السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على المفعول وضمائر المفعول. طبعا لازما عشان نتكلم على المفعول او ضمائر المفعول لازم نعرف الفاعل منها. ايه هو؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الفاعل اللي هو انا، اي، انت او انتي او انتما، يو، وي، نحن، they، هما، he، هو، she، هي، it، هو او هي الغير الايه؟ العقل. اما المفعول من I اللي هو ايه؟ me، you، you زي ما هو، we، us، they، them، he، him، تمام، she، her، it، it. طيب دي الفاعل وهنا المفعول. طب مين المفعول؟ المفعول الذي وقع عليه فعل الفاعل. ايه الكلام ده؟ يعني ازاي؟ انا فاعل امسك الفعل، ماسك ايه؟ القلم. يبقى القلم ده ما ايه؟ المفعول. هو مين؟ ضربني انا، ضربني انا، انا اللي هو اي بقى؟ لا، انا اللي وقع عليه الفعل اللي هو الضرب اللي هو مين؟ مي. يبقى هنا المفعول انا بستخدمه. يبقى اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ لاحظتوا حاجه؟ اني بجيب الفاعل وبعد كده الفعل ومين؟ والمفعول. شفت المفعول بيجي قبله الفعل. لازم ليه؟ ان هو يقع عليه فعل الايه؟ الفعل. I see you، انا اراك. طيب he plays with you، هو يلعب معك. جت برضو الايه؟ اللعب. with you معك، يبقى المفعول ايه؟ المفعول. يبقى يو هنا مش يو اللي هي الفعل، لا ده المفعول. ايه المفعول؟ طيب يقول لي ايه؟ she sees، هي ترى. ترى ايه؟ birds، الطيور. فين المفعول؟ اللي هو البيردز. لا طب انا مش عايز اجيب اسمه، هي تراهم هما. يبقى هنا اسم الجمع، يبقى اللي هو مين؟ زي. يبقى المفعول منهم مين؟ them. تبقى بتساويها she says them. طب احنا بناخد الكلام ده ليه يا رجاله؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. علشان في ضمائر كتير احنا شرحناها الفيديو اللي قبل كده، اللي هي صفات الملكيه وضمائر الملكيه، بيبقى فيه مشابه من بعض. يبقى عايزين نعرف ده ملكيه my ويور واور وزير وهز وهير، هير مشتركه، تمام؟ خدناها في الفيديو ايه اللي فات. وهنا ضمائر الايه؟ المفعول بتيجي بعد الايه؟ الفعل، تمام؟ يا اما اسم يا اما ضمير. هي دي ضمائر الايه؟ المفعول. بنستخدمها في الترجمه، بنستخدمها في المعنى، يبقى عارف دي معناها ايه. مش كل ما اشوف يو اقول ده فاعل، لا، ما اقولش مثلا ايه؟ هي بلايز، هو يلعب with me، يلعب معي. يبقى هنا اجيب مين؟ المفعول. يبقى الكلام ده مهم، هو بسيط قوي وسهل قوي. لازم أن اعرف اني I المفعول منها me، you، you، we، us، they، them، he، him، she، her، it. دي كده مين؟ الفاعل، وهنا المفعول. وقلنا بيجي المفعول لازم يجي قبله فعل، علشان المفعول هو الايه؟ الذي يقع عليه فعل الفاعل. يعني مثلا انا امسك او انا اكتب بالقلم، I write with pen، انا اكتب بالايه؟ بالقلم. يبقى اشيل ايه؟ pen، احط بدلها مين؟ It. نشوف مثال تاني كده، حاجة بسيطة. يقولك ايه؟ you give نقط money، you give نقط money ايه؟ money. عندك هنا me، I، we، my.
نبص على هنا عندي الفاعل والفعل، يبقى هنا عايز مين؟ المفعول. عندي مي وي، مي ملكيه، ملكيه ملكي، ما ينفعش نقول ايه؟ نقول ايه؟ انت تعطي، تعطي ايه؟ فلوسي، ما تنفعش. يبقى وي اي انا، لا مي ايه؟ مي بناخدها المفعول. طب الكلام ده بينفعني في ايه في المفعول؟ في الباسيف والاكتف. لازم اعرف المفعول العاقل وغير الايه العاقل، ولازم ابقى عارف الايه الضمائر المفعول ومكانها فين. وكده هي قاعده بسيطه قوي سهله قوي. يبقى كده احنا خلصنا الفيديو اللي فات صفات الملكيه وضمائر الملكيه، وابصرف اس المتعلقه بالملكيه. خلينا في الضمائر او الصفات، صفات الملكيه وضمائر الملكيه من الضمائر، وكده ضمائر الايه المفعول. فاضل لنا الضمائر المنعكسه. ان شاء الله هناخد فيديو صغير كمان غير ده علشان نشرح فيه الضمائر المنعكسه. تابعونا ان شاء الله واحنا قاعدين كده وبناخد الحاجات دي، بتفيدنا في قراءه الباراجراف او كتابه الايه الديالوج، تمام، وكتابه الباراجراف برضو، وقراءه الايه القطعه اللي هو الكومبرهنشن اللي احنا ما نعرفش نترجمها، وكمان بيفيدنا في الترجمه، تمام، سواء من العربي الانجليزي او الانجليزي للعربي. لازم أن يكون عارفين الحاجات البسيطة دي. واي حد عايز يعرف حاجة برا المنهج، يعتبر دي مش برا المنهج، برا وجواه، برا وجواه، برا ان هو مش علينا الجزء ده بالذات، لا، لكن علينا جواه ان هو مرتبط بشغله، تمام. فلو حد عاوز اي حاجة يبعت لي وان شاء الله هناخدها في فيديو لوحده. دي حسب طلباتكم، ناس طلبوا مني في التعليقات اللي انا اشرح لهم حاجات زي ديت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.